خود يا امي في حاش خمخمة بقى اشتقت لك نهود نهود صباح الخير يا صباح الخيرات والليلات شو اللي فيقك بكير يا عمري ليش انا نمت كل ما اجي هيك اخفى نام في اطلع هيك عليكي ولا ما معقول يعني اللي كان حلم صار حقيقة وناهد حبيبتي جنبي على التخت ونحن هيك متزوجين ما صدقت والله العظيم ما صدقت وانا كمان مالي مصدق انه انا هلأ جنبك تحت سقف واحد وعلى سنة الله ورسوله طب ممكن طلب بسيط بوسة كرمالي مريا ما في لك جوزك انا اما كم سنك قوم يلا لك شو دخل امي لك جوزك بدي بوسة ما في يا حبيبي على السيرة اذا هلا هيك طيب عمري يلا هلا خلينا نقوم لانه ماما تكون هيك محضرت لنا الفطور العرايسي ماشي لا حتى بدي اخذ بوسه حزري شو لو بتضطر بقى سمع بقى ما في تاني بوسه ما في لا جد بس بوسه واحده صغريها شوي إذا صغرتها بتصير للسلطة وقت بتصغريها بتكون للطبخ بس تخلصي تقطيعن عديلي لحتى طبق الطبخ يا مو على عيني يلا شو بدي أحكي معها لأم العقد هي هي واحدة مسكينة ما عندها ولا ما رح زعلها من أول سكنتي بالبيت تعرف حبيبي ناوي أجيب بنت أول شي لا حبيبتي جيبي لي أول شي صبي وبعدين عبي لي البيت بنات شو شايفة عقلك متحجر بتحب الصبيان لك لا يا عمري مو هيك القصة نيكا شو القصة حبيبتي خلص مثل ما قلت لك جيبي لي صبي وبعدين عبي لي البيت كله بنات إيه لا بقى بدك تفهمني شو القصة ليش بدك الصبي أول شي حبيبتي انت جيبي الصبي أول شي بعدين بنحكي بهالقصة في شغلة معينة براسي وما بتزبط إلا ليجي الصبي وشو هو يلي ببالك حبيبتي ماما بتحب الصبيان يعني امك اللي عقلها متحجر وبتحب الصبيان لك لا يا حبيبتي مو هيك القصة حبيبتي ماما نادرة ندر انه انا او اخي وسام اي واحد بجيب ولد قبل التاني كل الاملاك رح تروح لاسم هذا الولد انت شو عم تقول مثل ما سمعتي بقى لهيك انا بدي الصبي اول شيء بعدين جيبي 25 بنت مو فارقه معي وامك ليش لتندر هيك نذر يعني يمكن ما يصير شو ما يصير وعيك ها لا ترعبيني وعيك تكوني مثل غادة ما بتجيب اولاد ليش مرت اخو غادة ما بتجيب اولاد والله يا ما بعرف اذا هي ولا اخي وسام ما بيجيب اولاد ما بعرف هي الأمور كلها بيد الله طب ما راحوا لعند دكتور ما عملوا تحاليل ما عرفوا من مين السبب بلا ما خلوا دكتور بالبلد يصعب عليهم عملوا تحاليل وعملوا كل شيء ما بيان شو السبب كل العالم بتقولون انه ما معكم شيء أبصر يا حرام يا غادة زعلتني عليها يا ريتك ما حكيت لي عنها شيء مو انتي بدك تعرفي شو القصة هاي هي كل القصة طيب أخوك مو زعلان انه ما اجا ولاد بلا المسكين متضايق كتير بس ما بيقدر يعمل شي وعم يكابر على جرحه بتعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه هو بيحبها كتير لغادة ما بيحب يزعلها بيحبها؟ ايه بيحبها بيحبها كتير وبيشفق عليها كتير ايه بس الحب شي والشفقة شي تاني ايه طبعا اكيد بس كمان هي مو بإيدها حبيبتي هذا كله بإيد رب العالمين لا اعتراض على حكم الله بس يعني عن جد زعلتني عليها لغادة هلا انا ما بدي اياكي تزعلي وتقلبي لي اياها فيلم هندي تركيهم بحالهم
المهم نحن نجيب الصبي ونكوش على كل شيء. هلا امك قديش معها مصاري؟ كتير. يعني كل شيء؟ كل شيء كل شيء. هلا نحن مو لازم نجيب ولد. طب ليش هالرد والاخذ وهالحكي وهالحديث؟ تعال اللي عاوز يكمل. شو؟ تعال. بنت صبي مو مشكلة، مهم جيب منك ولد يا وائل، بس حماتي بدها صبي بشان الورثة. يا ربي والله الشغلة مو بإيدي، رح خليها على الله، والله كريم يلي بيجي منه يا محلا. اسمعي يا بنتي، اللي بتقول عليه غادة لازم يصير، لأنه أنا ما برفض له طلب، لا إن كان كبير ولا إن كان صغير. بس مرت عمو أنا ما قلت له. حتى بالأكل بدك تسأليها شو بدها تاكل، وإذا مو عاجبك تصطفلي، خدي جوزك وروحي على المطعم كلي. أنتي أكيد عم تمزحي مرت عمو معي مو هيك؟ لا حبيبتي، أنا ما عم بمزح معك، لأنه أنا ما بحب المزح، واللي سمعتيه بدك تساويه. لا تخليني ازعل منك. حاضر مرت عمي، بامرك انا ما رح خليكي تزعلي مني. الله يرضى عليكي، انا والله مو قصدي شيء، انا ما بدي اياكم تتخانقوا على الفاضي. بعدين انت بتعرفي انه انا بحبها كثير، وما بحب حدا يزعلها حتى وان كان جوزها وسام بذاته. حاضر مرت عمي، انا عن اذنك هلا. شو مرت عمو؟ فهمت عليكي؟ بدها تفهم حبيبة قلبي، بدها تفهم مو على كيفها. لك تقبري قلبي، رح أعمل لك أحلى فنجان قهوة. تقبري قلبي، يلا.